السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير طلاب. احنا اخر شيء وصلنا الى الدوال، وشلون نطلع لها الدومين والرينج مالتها. نيجي بوقتها اخذنا فد فكره كلش بسيطه على هذا الموضوع. اليوم راح نكمل هاي الفكره، راح نبدي بيها من البدايه ونكملها للاخير. نيجي احنا عندنا بصوره عامه الدوال اللي حنتطرق لها هي اربع انواع من الدوال، اللي هي داله متعدده حدود، داله جذريه، دالة كسرية، ودالة جذرية كسرية. نجي الدالة متعددة الحدود شنو؟ الدالة متعددة الحدود هي عبارة عن مجموعة من الأرقام أو مجموعة من الحدود بيناتهم عمليات ضرب، بيناتهم عمليات جمع وطرح. بس هاي الحدود اللي بيناتهم عمليات جمع وطرح بيها فد ميزة، أنه ما تحتوي لا على جذر ولا على كسر. إذا كانت الدالة ما تحتوي لا على جذر ولا على كسر، هاي راح تكون نسميها دالة متعددة الحدود. زين، أول شي راح نطلع لها الدومين. دائما دائما الدومين مال دالة متعددة الحدود يكون هو ال R اللي هو مجموع الأعداد الحقيقية دائما. نجي زين الرينج شلون حنطلعه؟ الرينج إذا كانت دالة متعددة الحدود إذا كان أسها فردي فراح تكون الرينج مالتها هو R، بس إذا كان الأس زوجي راح يكون بالتعويض. هسه راح تشوفون بالامثله شلون راح نعوض ويطلع الرينج مالتها. هسه اول ملاحظتين راح تاخذوها، انه الدومين مال متعدده الحدود مال داله متعدده الحدود راح يكون الدومين مالتها دائما هو R، اما الرينج راح ينقسم شقين. الشق الاول اذا كان الاس فردي راح تكون الرينج راسا تكتبوه R، اذا كان الاس زوجي راح يصير بالتعويض. خلينا نجي ناخذ امثله بعض. هسه عندكم هذا اول مثال اللي هو اف اوف الاكس يساوي لي اكس تكعيب ناقص 4. هاي شنية؟ هاي داله متعدده حدود، فاذا الدومين مالتنا هو ار. زين الرينج شنو؟ بما انه اس الاكس فردي اللي هو 3 فراح يكون الرينج مالتها ار راسا، فقال لكم الدومين ار الرينج ار. زين عندكم الداله اللي يمها اللي هي اكس تكعيب ناقص 6 اكس زائد 5، هنا متعدده حدود لأن لا تحتوي لا على جذر ولا على كسر، صح بها أس، صح بها ضرب، لا تنجمع طرح، بس ما بها لا كسر ولا جذر، فهاي متعددة الحدود، الدومين مالتنا هو R، الرينج مالتنا هو شنو؟ بما أنه أس الإكس فردي هنا 3 وهنا أس الإكس هم فردي 1، راح يكون هاي دالة فردية، فش راح يكون الرينج مالتنا؟ هو هم R. نجي، أف أوف الإكس يساوي 8، هاي 8 هم متعددة حدود نسميها، فهم الدومين مالتنا R. زين الرينج شنو؟ الرينج تذكرون ما شرحت لكم الرينج هو شنو؟ يعني الرينج هو شنو تعريفه؟ هو عبارة الصور اللي تطلع لكم أو الناتج اللي يطلع لكم. هنا إيش قد ما تعوضون أرقام؟ إيش قد يعني إيش راح يطلع لكم؟ مو دائما يطلع لكم 8 8 8، إذا هنا الرينج شنو مالتي؟ هو 8، لأن إيش قد ما أعوض؟ إيش قد ما آخذ من الدومين؟ يعني مو الدومين عندي هو R، إيش قد ما آخذ أرقام؟ فدائما الصورة راح تطلع 8، أوكي؟ زين، نجي على المثال اللي ورا. اف اوف الاكس يساوي لي اكس تربيع زائد 5، هنا هم متعدد الحدود، بس شنو؟ هم متعدد الحدود فالدومين مالتنا هو ار، يا اما تكتبوه ار مثل فوق، يا اما تكتبوه على شكل فتره مفتوحه اللي هي ناقص انفينيتي انفينيتي، هاي عندكم طريقتين. زين الرينج، هنا الرينج عندكم شنو هنا الداله؟ الداله هاي داله زوجيه، متعدد الحدود بس اسها زوجي، فشلون راح نطلع الناتج؟ بعض. هنا راح نعوض، راح ناخذ قيم. احنا عندنا الدومين مالتنا هو R، يعني كل ارقام العدد الحقيقي عندي. انا ايش راح اخذ؟ شوفوا افضل ارقام ممكن تعوضوها هي ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 اللي هي اني معوضتكم اياها هنا. شوفوا دائما من نعوض، هسه اذا نعوض ناقص 2 بالداله ايش راح تصير؟ راح تصير ناقص 2 تربيع اللي هو 4 زائد 5، ناقص 1 راح تصير ناقص 1 تربيع اللي هو 1 زائد 5، عوض الصفر راح يصير 0 زائد 5، عوض الواحد راح يصير 1 زائد 5، عوض الاثنين حصير 4 زائد 5، دائما الناتج راح يطلع لي فتشي زائد 5، فتشي زائد 5، واقل شيء ممكن يطلع لي 5، اذا الرينج ايش راح يصير؟ راح يصير الرينج من الخمسة لحد ما لا نهاية، ممكن يطلع لي اباوع هنا ايش يطلع لي؟ هنا مستحيل يطلع لي موجب، مستحيل يطلع لي سالب العفو. دائما يطلع لي موجب، بس الموجب ايش يطلع لي؟ دائما فوق الخمسة، يعني مستحيل يطلع لي لا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1 ولا حتى 0، يعني عندي اكس تربيع زائد 5، فمستحيل لا السالب يطلع لي
ولا الصفر يطلع لي، ولا الواحد، ولا الاثنين، ولا الثلاثة، ولا الأربعة. دائما الأرقام اللي حتطلع لي شنو هي؟ من الخمسة وفوق. يعني عندكم هنا 1 زائد 5 6، هنا 4 زائد 5 9، هنا 1 زائد 5 6، هنا 4 زائد 5 9. هتعوضون ناقص مثلا 3، يعني راح يصير لكم 9 زائد 5 اللي هي 9 زائد 5 اللي هي 14، وهكذا. يعني ما راح يطلع لكم 4 3 2 1 0، ما يطلع لكم هاي ولا يطلع لكم سالم. فلهذا الرينج مالتي هو شنو؟ حيكون من الخمسة لحد ما لا نهاية، اوكي؟ والخمسة اكيد داخلة لان هي طلعت لي بالصفر. نجي الدالة اللي يمها اللي هي اكس ناقص 1 الكل تربيع، هاي هم نعتبرها دالة من عدد الحدود، فالدومين مالتي هو شنو؟ هو ار. زين نجي للرينج، الرينج قلت لكم شنو؟ هنا قلنا نعوض، انت تعتبر دالة زوجية او اعتبرها اس زوجي قصدي. زين نجي نعوض، إذا عوضنا ناقص 2 شو يصير؟ يصير ناقص 2 ناقص 1 الكل تربيع، شو راح يصير؟ راح يصير ناقص 3 تربيعها راح يصير 9، إذا عوضنا ناقص 1 راح يصير ناقص 1 ناقص 1 حصير ناقص 2 الكل تربيع راح يصير 4، راح يطلع لي موجب، جواب موجب، الصفر شو طلع لي؟ طلع لي 0 ناقص 1 الكل تربيع راح يطلع لي 1 موجب، زين عوض الواحد حيصير 1 ناقص 1 0، صفر، أوكي طلع لي الصفر. زين الاثنين، اثنين ناقص واحد، واحد الكل تربيع اللي هو واحد، يعني ايش طلع لي؟ شوفوا ايش قد ما اعوض دائما يطلع لي موجب. زين الصفر طلع لي؟ اي طلع لي. اذا ايش راح يكون الرينج؟ الرينج راح يكون صفر وما لا نهايه، يعني الاعداد الموجبه كلها ويا الصفر راح يدخل لان الصفر طلع لي بالواحد، اوكي؟ زين نجي للمثال الثالث اللي هو ناقص 2 في اكس ناقص 1 الكل تربيع. نجي هاي مثل الدالة اللي قبلها، تتذكروها هاي مثل الدالة اللي قبلها اللي هي هاي، بس ضاربها في ناقص 2. خلينا نشوف شو راح يصير بالتغيير. طبعا بالدومين ما راح يصير تغيير لان هي دالة متعددة الحدود، راح يصير ار. زين بالرينج ايش راح يصير؟ شوفوا احنا بالرينج ايش قلنا؟ قلنا نعوض، مو عوضنا الفوق، احنا الفوق ايش طلع عنا؟ طلع عنا كله موجبات وطلع عنا صفر. زين من اضربها بناقص 2 ايش راح يصير؟ مو حيصير هذا الناتج سالب وهذا الناتج سالب وهذا الناتج سالب وهذا الناتج يبقى صفر وهذا سالب. فاذا ايش طلع لي؟ ممكن يطلع لي موجب؟ مستحيل يطلع لي موجب لان هي اصلا مضروبه بناقص 2. فايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي صفر والسالبات كلها. فالرينج ايش راح يكون؟ راح يكون من ناقص انفينيتي لحد الصفر والصفر داخل، اوكي؟ زين نجي الى زين هسه هاي النوع الثاني، هاي دالة متعددة الحدود، اخذنا كل الاحتمالات اللي ممكن ناخذها، تعلمنا شلون طلع الدومين مالتها والرينج مالتها. نجي على الدالة الكسرية، الدالة الكسرية شلون اطلع الدومين مالتها؟ الدومين مالتها ما الدالة الكسرية، دائما عندكم دالة كسرية تاخذون المقام تسوي يساوي لي صفر وتحلوه، يعني معادلة تطلع لكم وتحلوها، قيم الاكس اللي تطلع لكم شو راح تسوون؟ راح تقولون الدومين حيكون الار ما عدا هاي قيم الاكس اللي طلعتوها، اوكي؟ راح يكون الدومين مال الدالة الكسرية هو الار ما عدا قيم الاكس اللي طلعتوها من ساويتوا المقام بالصفر. نجي خلينا ناخذ مثال، هسه عندكم اف اوف الاكس 1 على اكس، زين احنا ايش قلنا بالدالة الكسرية؟ عمود نطلع الدومين، هسه بعدني مو ماخذ الرينج، بعدني بالدومين، راح اخذ المقام اللي هو اكس يساوي لي صفر، اكس يساوي لي صفر، هاي انتهى، هي اصلا فشي محلول هذا، اكس يساوي لي صفر. زين فش راح يكون الدومين؟ راح يكون الار ما عدا القيمة اللي طلعت لي، شو طلعت لي؟ طلعت لي الصفر، إذا راح يكون الدومين هو الار ما عدا الصفر، يا أما شوفوا يا أما تكتبوا من ار ناقص صفر، يا أما تكتبوا ناقص انفينيتي الصفر اتحاد صفر انفينيتي، وشوفوا الصفر ما دخلناه. نجي عمود نطلع الرينج، شو راح نسوي؟ بعض بالدالة الكسرية هم نفس الشيء، هم راح تعوضون، شو راح يصير؟ شوفوا عوضنا ناقص 2، طبعا مع مراعاة انه الصفر ما راح تعوضوا لي، هو اصلا ما داخل بالدومين، اوكي؟ الرقم تباعون على الدومين، الرقم اللي ما داخل بالدومين ما تعوضوه، اوكي؟ تجون هنا ناقص 2، احنا ايش قلنا ناخذ ناقص 2 ناقص 1؟ قلنا 0 1 2، بس هنا الصفر ما داخل فما نعوضه. عوضنا ناقص 2 طلع لنا ناقص نص، عوضنا ناقص 1 يطلع لنا ناقص 1، عوضنا 1 يطلع لي 1، عوضنا 2 يطلع لي نص، فش طلع لي؟ طلع لي أرقام سالبة، طلع لي أرقام موجبة، زين ممكن يطلع لي صفر؟ مستحيل، مستحيل يطلع لي صفر، مستحيل يطلع لي صفر، فإذا الرينج مالتي هو شنو؟ هو هم الآر ما عدا الصفر، يعني مثل الدومين، أوكي؟ زين نجي، هسه المثال اللي ورا، أو المثالين اللي ورا، المثال اللي ورا ايش يقول لكم؟ يقول لكم أف أوف الإكس يساوي لي 1 على إكس ناقص 4.
اجي اطلع الدومين، ايش راح اسوي؟ راح اخذ المقام اساويه بالصفر، ايش يصير؟ يصير اكس ناقص 4 يساوي لي صفر، اذا اكس يساوي لي 4. اوكي طلعتي اكس يساوي، طلعته اكس يساوي لي 4. نجي الدومين مال الداله الكسريه قلنا شنو؟ قلنا هو الار ما عدا الارقام اللي طلعت لي من حليه المقام. اذا شنو راح يكون الار ما عدا الاربعه؟ ار ما عدا الاربعه، باعوا؟ زين نجي الرينج ايش راح تسوون؟ راح تجون تعوضون، حتعوضون تقدرون تعوضون كل الارقام ما عدا الاربعه. ديروا بالكم تعوضون الاربعه. نجي هي اصلا ما داخله بالدومين فمو بكيفكم، يعني ما تقدرون ما تتعوض اصلا، لانه الناتج اذا عوضتوه راح يطلع انفينيتي، يعني حيطلع اذا جربتوا وحطيتوا الاربعه راح يصير 1 على 4 ناقص 4 راح يصير 1 على 0، وبالتالي حتطلع انفينيتي، فالداله اصلا تروح بعد تنتهي، فما تقدرون تعوضون الرقم اللي ما داخل بالدومين. نجي نعوض، عوضنا ناقص 2، ناقص 2 هي 1 على ناقص 2 ناقص 4 ايش راح تصير؟ راح يصير 1 على ناقص 6 طلع لي سالب، ناقص 1 طلع لي 1 على ناقص 5 هم سالب، عوضت الصفر طلع لي 1 على ناقص 4 هم سالب، عوضت الواحد طلع لي 1 على ناقص 3 هم سالب، عوضت الاثنين طلع لي 1 على ناقص 2 هم سالب، عوضت الثلاثة طلع لي 1 على ناقص طلع لي 1 على ناقص 1 اللي هو ناقص 1، عوضت الخمسة ايش طلع لي؟ طلع لي 1 على 1 اللي هو 1. زين ممكن يطلع لي صفر؟ مستحيل يطلع لي صفر. زين طلع لي تقريبا السوالب اغلبيتها حتطلع لي. زين الموجبات هم راح تطلع لي، اذا عوضت الخمسه طلع لي موجب، اذا عوضت السته راح يطلع نص، وهكذا. اوكي فممكن يطلع لي سالب وممكن حيطلع لي كل السوالب ويطلع لي كل الموجبات. زين الصفر ممكن يطلع لي؟ مستحيل يطلع لي. اذا شنو؟ راح يكون الار ما عدا الصفر. اوكي باو مثل ما كاتب لكم ار ما عدا الصفر. نجي المثال اللي وراء اللي هو x زائد 1 في x ناقص 2 على x ناقص 2.